المجموعة كلها على 200 بيسة في مول مارت نزوة لمتعددة الأغراض. شوفهم الحجم الكبير على 200 بيسة. الأصحن هذيلة كلهن الراقيات على 300 بيسة. 8 حبات تيشو 750 بيسة. 2 رول تيشو كبار 600 بيسة. البريق الزجاجي الراقي الحبة 850 بيسة. كرتون الفحم على 400 بيسة. كيلو الصماطات على 300 بيسة. وكياس القمامة كرمكم الله الكيلو ب 300 بيسة. الكيلو وين 600 بيسة. والصماطات كيلو وين على 600 بيسة. موقع مول مارت نزوة شارع حي التراث محطة شل مقابل المحطة بالتمام. تحصلوهم هني على اليمين. اكتب في جوجل ولا ارسل على الواتساب الرقم اللي في الفيديو. شوفوا معاي صدمة الأسعار. وكذلك عندهم آيفون 14 لفائز واحد في الانستغرام. انشر فيديو الإعلان إلى 3 من أصدقائك واعمل إضافة لحساب مول مارت نزوة وحسابي. السحب بعد 24 ساعة. تابع معاي صدمة الأسعار. المباخر هذه كلها ب 350 بيسة. 4 حبات غاز ب 950 بيسة. الطباخة على 3 ريالات و 150 بيسة. الأطقم هذه كلها مع بعض في هذه المجموعة ريالين و 100 بيسة. وعندهم أشكال كثيرة. البوكس الراقي هذا فيها الجيك الزجاجي مع 4 أكواب 525 بيس. كل البرينجلز الحبة 600 بيس. 3 حبات بلاليط بالريال فقط. الصدمة على الحليب 4 حبات كبار مع بعض بريال و 750 بيس. وجايبي لكم كميات. كرتون البطاطا 750 بيس. حبتين بسكويت مع بعض 450 بيس. نمسين بسكويت هذا زين للدايت 6 حبات مع بعض 950 بيس. 10 حبات اندومي اختار اي نكهة بريال و 100 بيسة. 5 حبات اندومي 550 بيسة واختار اي نكهة. كيسين كبار كرواسون 850 بيسة. 20 بسكويت 750 بيسة. الكتر الالكتروني الزجاجي بريال 600 بيسة. البوكس هذا في ماكينة غسيل السيارات. البوكس الواحد كله مع كل عدات 3 ريالات و 150 بيسة. الطاولة مع الكرسي مع بعض بريالين و 500 بيسة. علم طفلك. تشوفوا هذه الطاولات الحبة بريالين و 500 بيس. عندهم كميات هالمجموعة كلها. القطعة على 500 بيس. أعطيكم مثال على 500 بيسة. وهذه المجموعة كلها على 200 بيسة. صابون فودر 3 كيلو 525 بيس. ما شاء الله مول مارت مكبرة. كل اللي تحتاجه ببيتك بتحصله بأقل الأسعار معه. ننتقل على الدور الثاني قسم الملابس. قسم الملابس النسائية هذا كله القطعة الوحدة بريال و 50 بيسة. وهذه الأحذية النسائية على ريال و 50 بيسة. وهالشوزات كلهن على ريال و 50 بيسة. التيشيرتات هذيلا كلهن على ريال و 50 بيسة. ما ننسى الآيفون 14 لفائز واحد. انشر فيديو الإعلان إلى 3 من أصدقائك واعمل إضافة لحساب مول مارت نزوة وحسابي. السحب بعد 24 ساعة. ويوميا فاتحين مول مارت في نزوة من 8:30 الصباح وإلى الساعة 11 بالليل. انشروا الإعلان للجميع. يا ترى من حظ من الآيفون؟